إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يقال إن عدم الحكم بكفر من قال للميت عند قبره ادعو الله لي ونحوه أنه مبني على سماع الميت لمن كان عند قبره؟ وهكذا عللوا ذلك، ولكن تعليل عليل، لأن الشجر يسمع والحجر يسمع وكل يسمع. لو كان مثلا الشيء الذي يسمع وإن كان سماعه هذا سماع يعني ما نعرف حقيقته، ولكن يقينا أنه يسمع، ولهذا كان حجرا من الحجارة يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا رسول الله. وكذلك الجذع الذي كان يخطب عليه يعتمد عليه لما فارقه صار يحن، معنى ذلك يحن على فقد الذكر الذي يذكر عليه، هو يسمع. وقد أخبرنا جل وعلا أن كل شيء يسبح بحمده، فالتعليل غير صحيح، وهذا دعوة غير الله جل وعلا. الدعوة تدعوه بشيء لا يقدر عليه ولا يستطيعه كما هو معروف هو شرك، وهذا شرك المشركين. ما يمكن أن أحدا يوجد دليل على أن المشركين اعتقدوا أن معبوداتهم تشارك رب العالمين في الخلق والإيجاد والتدبير والإحياء والإماتة وغير ذلك، هذا لا يمكن. فهم يدعونهم حتى يكونوا وساطة يشفعون لهم، ولهذا أكثر الله جل وعلا من الرد عليهم في هذا في الشفاعة نفسها، لأن الشفاعة هي الشرك التي يدعوه. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يتخذون بهذه المثابة، ثم يقول قل لله الشفاعة جميعا. فالشرك جاء من هذا القبيل، كل شرك المشركين. فكونه يقول إنه إذا دعا المقبور أنه يشفع له أو أنه يدعو الله له أو ما أشبه ذلك أن هذا مجرد بدعة، هذا خلاف، هذا خلاف الوضع الذي كان عليه المشركين وخلاف ما أخبرنا الله جل وعلا به، فليس صحيحا.